الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صافي مكتر كبار من صوره تصنيف حبر شرع التمر. اولا شاكرا لمنصه بيروار ميديا على سبقهم على اهتمامهم بهذه الفكره الخيريه، وراجعين اي فكره اخرى فيها مساعده المرضى، فيها توصيل لمعاناتهم تجبر الاهتمام من اعلامنا كامل. خصوصا الفكره اللي نتكلم عنها اليوم هو حفل خيري الاول من نوعه في موريتانيا. هذا الحفل اطلقنا عليه اسم جرعات امل، تفاؤلا منا ان نعود لهم وتعود لهم انتم كاملين كمتبرعين جرعات من امل هم فاصلين فيها. مرضى ديس الحفل راجع لمرضى السرطان، مرضى اللي نعرفوا كاملين عنهم من افصل الفئات المرضيه ومن اكثرهم حاجه للمساعده، ما هو لا من طريق عن طريق الطب وحده، ولا هو لا عن طريق جمعيات، لا جمعيه ولا ثنتين اللي تابعين في كروجا، لابد لهم التعاون، تعاوننا كاملين عليهم. وهذه هي كانت اساس الفكره اللي مبني عليها الحفل، اللي هو طريقه لمساعده مرضى السرطان، تنويع الطريقه وبذلك تنويع مصدر الدخل لهم، وراشين منهم ان شاء الله دخل دائم لهم. خصوصا الفكره هي كما قلنا حفل خيري اول من نوعه موريتاني، فكره موجوده عالميا سابق مثل ما هي اول مره تعدل، قال اول مره بعد في موريتاني تعدل باللي قاعد نوع من الافكار ياسر منا ما هم تقبلوا له بما انه في حفلات. الفكره كيما يقد تعدل بلاصه اخرى وعيات تعدل حفلات خيريه وعدلهم كفنان، عدل حفله خيريه تيكتات كاملين راجعين دخلهم لدى المرضى، والله كتاجر عنده مبيعات فاتح لهم نهار ولا نهارين اللي مباع كامل راجع لدى مرضى السرطان. هذا باختصار هو نوعيه الفكره، هو نفس اللي معدلين احنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماما تجي عالي المسؤوله الماليه لحفل جرعه امل. حفل جرعه امل هو حفل عشاء غنائي تحيه الفنانة الشابة منى من دندني، الفنان الشاب حمزة إبراهيم. هذا الحفل اللي يعود في عدة فقرات، وهو هو قسمين، فيه زر منه جانب منه فيه شخصيات داعينهم، قصدنا من ندعو هذه الشخصيات نقارو في اللي فم عدة فم مشروعين الجمعيات ثنتين المقيمات اللي هم المسؤولات عن ذا الحفل، هي الجمعيه الموريتانيه لدعم مرضى سرطان شفاء، واطباء مبادره اطباء ضد السرطان، وكلهم عندها مشروع لهين عرض خيال هذا الحافل. وقصدنا من ندعو هذه الشخصيات تشوفوا المشاريع ويعودوا يقدروا يحاولوا فيهم، يتبنى واحد من المشاريع والله بعد يساهموا في تعديل واحد من المشاريع، اللي هي المشاريع اللي يعودوا فيه استفاده دائمه للمرضى. وفي الجانب الثاني جانب البطاقات اللي ينباعوا، ذوك البطاقات ذاك الدخل اللي يدخل منهم يرجع عمالي اللي على مرضى السرطان. الحفل اللي يعود في 23 من شهر اكتوبر الجاري، خاطر له التاريخ في اكتوبر بالذات به اللي شهر التحسيس بخطورة مرضى السرطان، شهر للتحسيس بالوعي للكشف المبكر لدى المرض اللي هي الوسيلة الوحيدة للتقلب عليه، الكشف المبكر له يكسعود نتائج العلاج نتائج إيجابية. لذلك موجه رسالة من هذه المنصة للنساء الموريتانيات كاملين، ضرورة الكشف المبكر، ضرورة الفحص الذاتي اللي من خلاله نتقلبوا على سرطانين من أكثر السرطانات انتشار في العالم كامل وعندنا احنا هون، اللي هو سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. سرطانين هوين المعالجة لهم لنكتشفوا مبكرا، وهوين طريقة الكشف لهم في نفس الوقت. لذلك فحص ذاتي بسيط وموجود في الانترنت، كل حد يقدر يقولي عنه فحص ذاتي للثدي، وتعرف المرأة طريقة لتفحص بها راسها ذاتيا شهريا، المجهور منه شنو هو ياك اي تغير طرا عليها تقدر تعرفه وتكشف عنه مبكرا، يعني تكون سلتي بالعجلة في الوقت. وبالنسبة للبطاقة ترى هم متواجدين في مقر الجمعية الموريتانية لدعم مرضى السرطان شفاء عند كارفور اسند، ينباعوا في المعرض المعدل بمناسبة الحفل، معرض خيري في جمع تبرعات عينية، وفي نفس الوقت في بيع ذو البطاقات عند كارفور اسند، متواجدين في المقر يوميا من العاشرة إلى الستة، واللي يبقى يشتري بطاقة يقدر يجي يدير بصمته، واللي يبقي مولي يتبرع يقدر لا يتبرع. وذا المعرض المعدل ذا اللي نجمع منه كامل راجع لمرضى السرطان مساعدتهم، كما تعرفوا مرضى السرطان فاصلين فينا كاملين، وحاولوا كلكم يدير بصمته بس وقع الطريقه اللي يعدلها بها. شكرا. وفي الختام رانا داعينكم كامل لحضور الحفل، كلكم حضوره يمثل مساعد في علاج مريض، تشاري سكت انت مساعد في علاج مريض، انت تبرعت تبرعات عينه تساعد في علاج مريض من مرضى السرطان، وما خايف علينا كاملين على مرضى السرطان فاصلين فينا، كنا قد نساعد من جهته ونعود لهم كاملين جرعات امل.